هذا وطالب مراقبون المبعوث الأممي بالخروج من دائرة المجاملة للميليشيا الحوثية الإرهابية وحال الضعف أمام إدانة جرائمها بحق اليمنيين. واتهم ناشطون الوسيط الدولي بالعمل على تبييض جرائم الميليشيا الحوثية وتضليل المجتمع الدولي وتزوير الحقائق خدمة لمصالح المجتمع الدولي وضمان استمرار انقلاب الحوثيين. الناشطون وصفوا إحاطة غرونبرغ بالرمادية وقالوا إنه تهرب فيها من تجريم الخروقات والعدوان الحوثي على الشعب اليمني. وانتقد المراقبون ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي وحديثه حول انخفاض أعداد الضحايا بسبب توقف الأعمال القتالية، وقالوا إن غرونبرغ تجاهل تماما سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين بنيران القنص والقذائف بما فيها تلك التي تطلق عبر الطيران المسير تطلق خلال الأيام المنصرمة من الهدنة. معنا كذلك المحلل السياسي حول هذا الموضوع ياسين التميمي، أهلا وسهلا بك. وفقا لمراقبين فإن إحاطة المبعوث الأممي اتسمت بالضبابية والرمادية والانحياز في كل مرة للميليشيا الحوثية، كما خلت من أي تفاؤل بشأن صمود الهدنة. إذن ما هي أهم الانتقادات الموجهة لإحاطة المبعوث الأممي؟ كل عام وانتم بخير، تحية لك وللمشاهدين. طبعا ربما أقول كلاما مختلفا، إحاطة المبعوث الأممي هذه المرة ربما قالت لأول مرة، يعني الحوثيين رفضوا فيما يتعلق بإعادة فتح الطرق. يعني أعضاء مجلس الأمن عرفوا أن الذي أعاق أو عرقل عملية إعادة فتح الطرق في محافظة تعز هم الحوثيين، هم الذين رفضوا مقترحا بمكتب المبعوث الأممي. وهذا أنا في تقديري أعتبره تطورا جوهريا. الرجل قال أن الهدنة ساهمت في خفض معدلات العنف، ولكنه لم يقل أن القتل توقف. نعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض. هو 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 في النهاية كوسيط يختار كلمات دبلوماسية، لكن المبعوث الأممي قال كلاما يفترض من المجتمع الدولي أن يدرك، بأن مثلا عملية زرع الألغام مرتبطة بشكل أساسي بالحوثيين، وهي التي اليوم توافر عمليات القتل. صحيح أنه لم يشير إلى عمليات القنص، ولكنه أشار إلى عملية الطيران المسير، أشار إلى ذلك. بطبيعة الحال المبعوث الأممي يعبر عن استراتيجية الأمم المتحدة التي في السابق كانت مؤازرة بشكل كامل لجماعة الحوثي، واليوم هي استجابة لتغير بسيط في الموقف الدولي من الحوثيين. بدأت تصدر مواقف مختلفة نسبيا، لكن لا تزال الأمم المتحدة ومبعوثها يعني في الحقيقة يسوغان لما تقوم به ميليشيا الحوثية. نعم، يعني المجتمع الدولي لا يدرك بأن الميليشيا الحوثية دائما ما تقوم بخرق الهدن ورفض الاتفاقات السابقة. يعني هذه ليست المرة الأولى. ليست، المجتمع الدولي هو المسؤول، هو الذي وفر غطاء لوصول الحوثيين إلى صنعاء، هو الذي رعى الانقلاب الذي قام به الحوثيون بالتعاون مع صالح في 2014. المجتمع الدولي هو جزء من المؤامرة على ثورة التغيير في اليمن. المجتمع الدولي هو الذي تآمر على السلطة الانتقالية في اليمن. الأطراف الذين تآمروا على السلطة الانتقالية في اليمن المجتمع الدولي مكون أساسي، لكن هناك أطراف داخلية من بينها رأس السلطة الشرعية. إذا لو عدنا تقييم كيف استهدف اليمن سنجد أن هناك أطراف عديدة تآمرت لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه. اليوم أعتقد أن هناك تطور بسيط جدا متواضع جدا من قبل الأمم المتحدة، وهو يتساوق أو ربما ينسجم مع تغير في الطرح الدولي تجاه الأزمة والحرب في اليمن. عندما بدأ المجتمع الدولي يتحدث عن كارثة إنسانية في مأرب، عندما بدأ يركز بشكل أساسي على مأساة محافظة تعز الناتجة عن استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون. هذا التطور الذي نراه اليوم بسيطا في خطاب من المبعوث المتحدة اتفق معه التغير في الموقف الدولي، لكن لا يزال الموقف الدولي متواضعا، لا يزال متخاذلا، لا يزال متآمرا، ولا يزال بوسر التغطية لجرائم الحوثي التي يتعرض لها الشعب اليمني ولم تتوقف السليم. نعم، إذا هناك بصيص أمل ربما في إنجاح الهدنة أو المفاوضات القادمة. شكرا لك المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا عبر الهاتف.